السلام عليكم. اليوم نروح لولاية قسنطينة لنعرفكم على هذه المنشأة الجديدة في عالم الشباب، حيث أنها تعتبر مدرسة أو دار للشباب يعني تعليم الفنون والنشاطات الشبابية. إذن فضاء جميل وجديد لفائدة الشباب في ولاية قسنطينة. أترككم تتابعون هذه العملية تاع التهيئة والإنشاء تاع هذه الدار في مدينة قسنطينة. السلام عليكم.